السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد غبرت عليكم ولا جبت لكم جديد كما هذا. اليوم غادي نصوبوا اكسسوارات، غنصوبوا جوج حوايج. غنبداو اول حاجه بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا، اللي غنحتاجوا فيه الرقيق والجوهر وخيط بلاستيك. كما قلت لكم دائما تنغبر عليكم، ولا بد غادي نجي في سيمانه ونصوب لكم فيديو. ما كيكفينيش الوقت باش نصوب لكم فيديو في الوقت اللي كنحط فيه فيديوهات الاولى على حساب القرايه امتحانات، ما كيكفينيش الوقت. لكن ما سبق لي لكم فيديو اللي قبل، قررت انني غنبقى نحط لكم فيديو اما الجمعه ولا السبت ان شاء الله بحال هذا النهار. مثلا شفت غادي نحط لكم هذا النهار ولا نحط لكم الجمعه ولا السبت. المهم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. شكرا بزاف الناس اللي تبعوني، شكرا بزاف على الكومنتات الزوينين ديالكم. الا كنتي اول مره كتشاهدي ما تنساش دير لايك وتابون عندي باش يوصلك الجديد الفيديو ديالي. شكرا بزاف للناس اللي تبعيني، شكرا على التعاليق، سمحوا لي شويه عيانه. المهم كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وجربوه. كما كتشوفوا بعيني في الشكل، كنصوبوا الشكل ديالنا اللي كيتكون من العقيق والجوهر والخيط البلاستيك اللي كيجي شكل اللي رائع. كيف عودتكم الاشكال اللي كدير اشكال اللي رائعه بزاف واللي ما كتاخذش الوقت بزاف، يعني سهله في التصواب وفي الشكل ديالها كيجي زوين بزاف.
بشكل اللي زوين بزاف. الان غنوزو البارتي الثانيه اللي غنصبو فيها السنسله ديالنا, اللي هي مكونات البسيطه اللي غنحتاجو فيها ديك الاحجار وخيط لاستيك كما غتشوفو معايا. السلسله كتجي زوينه بزاف اللبسه ديالها, وحتى هي ما كتاخذش الوقت بزاف باش انك تصوبها, يعني دغيا دغيا غتصوبها.
كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال السلسله ديالنا. الشكل رائع بزاف وكما قلت لكم سهله. كنتمنى انكم تجربوها ولا عجبتكم ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق ان عجبتكم. ولا بغيتي نصوب لكم الشكل الجديد يمكن لكم تقولوا لي فكره كيفاش بغيتوا الشكل يكون. غادي نصوب لكم اكيد ونوريكم الطريقه وشنو غنحتاجوا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش الناس الجداد يتابونا ويشوفوا الفيديوهات اللي قبل، يعجبكم بزاف بزاف. شكرا بزاف ليكم. كنتمنى انكم تجربوا هاد الاكسسوارات يعني صراحه اللي ساهلين وما تاخذوش الوقت بزاف. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي عطيه منظر اللي زوين واللي تقدري تلبسيها مع اي حاجه ومنظرها رائع جدا، رائع بزاف الصراحه. كنتمنى انكم تجربوها ولا عجبتكم كما قلت لكم ديروا لايك وتعليق زوين. نخليكم تشوفوا الفيديو.